السلام عليكم ورحمة الله. من أطهر بقعة على وجه الأرض ومن بيت الله الحرام أتحدث إليكم، وأدعو الله لي ولكم جميعا بأن يغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأدعوكم جميعا لكي نكون من تلك الطائفة المباركة، وأدعوكم للمشاركة بنشر تلك الفيديوهات على صفحاتكم، ومن أراد التربح من ذلك فليس عليه أي حرج. جزاكم الله خيرا.